السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مستر الياس ومرحبا بكم في ليبيزود طروة تاع الياس شو. لاكتواليتي تاع هاد لاسمان ما راهيش على الفوط مالغري كسرنا راسنا، مي لاكتواليتي راهي الدور على مسيو رابح ماجر. ماجر درنا اون ماجر سبيسيال 2017. بون على كل حال ما راهيش كلاس كيما لا ماجر اللي دارها مع بورتو، مي وشنو نقولو برد قلبو بها وخلاص. مو جو مي فوي بون مسيو، مسيو تشوفو جورناليز لا شين 3، فوز لينمي دو ليكيب ناسيونال. Vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale et je vous dis devant tout le monde, si j'ai, écoutez les gars, si j'ai du respect pour vous, si j'ai du respect pour vous, moi je n'ai aucun respect pour vous. Taisez-vous. Taisez-vous. يا رابح ماجر، راك فكرتني في البروف تاع فرنسي يا محينكم، كانت مشبعتني. تيزيفو قال له ليسي لا بلاص او جون اي بروني فوت ريتريت. اونف على كل حال مسيو ماجر، نعرف عباد ولد ثاني تعرفهم لي ميريتي ولا ريتريت كثر من حبيبنا هذا تاع لاشين طوا. يا ان اونترينور نورمالمون يشد الكام تاعو. انا جاب لي ربي لو كان رابح ماجر يريح ليك الناسيونال ولي كريتيك هكذا طايحين عليه على 3 سنين نشوفو هكذا. يعني فاتو شير لي عايتش كي ابلاودي ما ايرونيكو الالينتور كي سنتي اي allora si rivolta verso il giocatore, lo prende addirittura per il collo e tenta di dargli un pugno, viene fermato dal resto della panchina, ma guardate ancora, non riescono a fermarlo del tutto. E lo... Enfin, le calme, si, pardonne a tout le monde. Society, semana li fatet, c'était le concours de Miss Arab World 2017. Et salam. Ou kima gare le concours, les candidats y préparent leur home, ou y bino wach y soit. نورمالمون ميس اوكي تكون شابه، مي وشنو تكون او مينيموم شويه، قلنا شويه متقفه. على كل حال سي لو كا تاع لي ميس تاعنا كاع متقفات. لا بس ايش يا حافظ، بس انا ما عندي علاقه، يعني في هذه المسابقه لازم ما نحكي على الدين ولا على لا 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 انا ما بتكلمش عن الدين، لا انا ما بتكلمش، ما فهمتيش سؤالي. فنا با كومبري ما كيتشون حطوا لنا اون تري بيل اون تري بون ماكله اي تو ان تري بون ماكله. يو بلا عقل على لغه الكفار، يو فيكتور هيغو عاود فطر من قبره كيسمع. ما عليش نقولوا الفرنسي لغه الكفار، لغه ما على باليش انا وشنو، راكو تعرفوا اللي يهضروا الهضرات والعربيات فيك شويه. ان شاء الله نكمل نمثل الدوله العربيه ما بين الحافلات الدوليه ان شاء الله. والله ما فهمتك، كيفاش هذا تمثلينا في الحافلات الدوليه؟ ما بين الحافلات الدوليه ان شاء الله. ايه هذا فهمت، سي بون. رايت معني نمثل الجزائر في المحافل الدوليه ماشي الحافلات الدوليه. تو كاين ديفيرونس كبيره بين الحافلات والمحافل. الحمد لله البنات كما يقول لك ما عندهمش، عندهم 5 جول، مي الحمد لله. واش نشوف فهاد الضحك هذيك اون ديريك كلو راهم قابلاهم. خلاص راكي ضحكتي بزاف مادموزيل. اوكي ميس لازم تكون تضحكيتو، ما تكزاجيريش ما تقريهاش. اي كومبريس كاع لي كونكور في الجزائر اللي يربح هو بيان سير. لا ماشي معرفه، مي معرفه صحيحه. اي على كل حال كانوا كابوب بنات واحد اخرين يدوها بالك يميريتيوها. بون اوكي ابارت على الحافله الدوليه هذه صح ما تميريتيوها. المستوى الثقافي تاع البرلمانيين راهو في تحسن ملحوظ. ما هو ميزان تجاري؟ هذا الميزان التجاري الحكومة هي اللي تبني عليه قانون المالية. وشو الميزان التجاري؟ الميزان التجاري هو العمل، هو العمل، العمل، لازم العمل ثم العمل، ما كانش حاجة واحدة أخرى. سؤال، ما هو الميزان التجاري
ميزان تجاري، هذا ميزان تجاري هو اللي يعتمدوا عليه باش يديروا القانون المالية. ما هو الميزان التجاري؟ اوكي بالك كاين عباد راهم يشوفوا هذا الفيديو ما على بالهمش اسم التوازن التجاري، مي هاد البرلمانيين جاو حيناقشوا قانون ماليه. دوك فهموني كيفاش ناقشوا قانون ماليه وانتم ما تعرفوش مام با وشنو التوازن التجاري. المهم التوازن التجاري هو لا ديفيرونس بين الصادرات والواردات. كيكونوا الصادرات اكثر من الواردات هنايا معناتها رانا في فائض، وكيكونوا الواردات اكثر من الصادرات هنايا رانا في عجز. وكل ما حيجي يزيدوا في كاش عفسه يبداو يخلطوا لك كاع العفايس. زياده في الوقود ماهيش حاجه كبيره، 5 دنانير و2 دينار يعني ماشي حاجه كبيره. كي نقارنوا الناس واش يستهلكوا في الهواتف النقاله راهي كثير بكثير بكثير. اوه دوك الشعب الجزائري علاش تهضروا بزاف في التليفون؟ انا نخمم لو كان جينا ما نهضروش بزاف في التليفون واش غتقولنا؟ هي كانت كابط قلنا لو كان نقارنوا الناس واش يتنفسوا راهي كثير وكثير. اكتواليتي انترناسيونال، اون سوسيتي جابونيز تاع ليترا تطلب سماح من لي كليون تاعها. زعما وعلاش؟ شدوا النفس تاعكم دور نقول لكم وعلاش. باسكو ترا دار طار 20 سكوند. نعم يا حبيبو 20 ثانيه برك. ومن هذا المنبر بيك 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 ديديكاس لايراجيري. هيا نخدموها اون بون نوفال. على كل حال الحكايه بدات فريمون فريمون تريست. وهاد الحكايه تاع واحد الطفله صغيره اسرائيليين قتلوا لها باباها في غزه. نعمل رحلة وجمعوا لحمة فرحة ما مرت طول العمر بابا وعدني البنت يلي كانت على شاطئ بحر غزة قبل 12 سنة يوم الجمعة 9/6/2006 كانت مبسوطة مع أهلها وقاعدين بيضحكوا مبسوطين. ضربتهم زوارق الاحتلال الإسرائيلي أيام استشهد والدها خواتها 4 وخالتها وأخوها وصاوبت والدتها خواتها 4 كمان وأخوها وهي كمان صاوبت. كان عمرها 12 سنة. أنا هي هاي البنت هدى علي غالي. أنا هي هاي البنت هدى علي غالي. وي هذيك الطفله اللي كانت تبكي على باباها راهي ديبلومي من الجامعه الاسلاميه. صافي بليزير قدرت تتغلب على المعاناه تاعها ونجحت في حياتها. بون حباب لحقنا الله فهمت على ليبيزود تاع اليوم. ما تنساوش ديروا جيم جوست هنا تحت وبيان سير تابونيو وتبارطاجيو لا فيديو. ويا سلام عليكم.